مع بتوع الجدول ان شاء الله المره الجايه المحاضره تبقى في كليه في ميعادها، هيكونوا دبروا لي مدرب في الدور الاضافي. انا بعتذر ان ما اديش بس في الجدول يعني ما عرفوش يدبروها قبلها. فان شاء الله المحاضرات بتاعتنا هتبقى في ميعادها، واللي في الكلية في الكلية، واللي أونلاين أونلاين، مش زي الترم اللي فات يعني. نبدأ مع بعض النهاردة إن شاء الله. الكورس بتاعنا خفيف كده ظريف بالنسبة للي خدناه في التصميم. يعتبر بالنسبة لنا معلومات عامة، يعني إحنا بنتكلم على التلوث وكلنا بنعدي نشوف المواسير اللي بترمي على المجاري المائية سواء مصارف أو ترع، بنشوف العربيات الكاسحة اللي بترمي الصرف الصحي بتاع الكرة في قلب المجاري المائية، يعني بنشوف الزبالة. فإحنا هنتكلم عن موضوع جديد بقى، جديد علينا في المجتمع. كان زمان من 20 سنة ما بنتكلمش عن التلوث خالص، كنا بنتكلم على المية وكمياتها بس، ما كناش بنتكلم على جودتها باعتبارها ان هي كلها كويسه. كان عدد السكان اقل وكانت التلوث اقل مع زياده السكان وزياده النشاط السكاني سواء صناعي او زراعي او صرف صحي. طبعا احنا عارفين ان النشاط الزراعي دايما معاه مبيدات ودايما معاه اسمده، الاثنين دول مضرين جدا بالميه لانهم مليانين من مركبات النيتروجين. الصرف الصحي كله مواد كيماويه ومواد سامه، فطبعا لما بعض المصانع علشان ما تعملش عمليات تنقية بتتصرف على طول على المجاري المائية مباشرة، ولما بيشددوا عليهم بيعملوا آبار تحت المصنع تصرف جوه المياه الجوفية عشان محدش يشوفهم. فاحنا بقى عندنا كمية تلوث عالية جدا جدا. فالتوبيك بتاعنا او المقرر بتاعنا بيتكلم بقى عن انواع تلوث المياه الطبيعيه اللي هي البحار، الانهار، البحيرات. مش بنتكلم عن تلوث مياه الشرب اللي نازله من الحنفيه، دي بتبقى تبع الصحيه اكتر، انما احنا بنتكلم على المياه الطبيعيه. وعلشان نتكلم عن تلوث المياه الطبيعية اللي احنا بنتكلم عليها، هنعرف انواع المياه الطبيعية في المحاضرة بتاعت النهاردة اللي هي المقدمة بتاعتنا، نعرف هي ايه ناتشرال ووتر، ايه اللي هي المياه الطبيعية اللي احنا بنتكلم عليها، وبعد كده نبتدي نشوف بتتلوث ازاي وعناصر تلوثها ازاي. دي اول جزء عندنا في المحاضرة النهاردة. إيه، هنتكلم عن الناتشرال ووتر، ده الموضوع النهارده. وبعد كده إيه انواعها، إيه من اول الريفر والليك والكوستال اللي هي الشواطئ والمياه الجوفيه، وهناخد فكره عن انواع المياه الطبيعيه او الناتشرال ووتر في مصر. نبدا من اول الهيدرولوجيك سايكل او الدوره الهيدروجيه اللي انتوا خدتوها في سنه تانية. بس مراجعه سريعه، ان كميه الميه دوره واحده بتطلع بتتبخر من المسطحات المائية زي ما احنا شايفين كده، بتتبخر تطلع تعمل سحب. السحب دي تتحرك، بعد ما بتتحرك بيرتفع الهواء لما تقابل هواء بارد تروح عاملة أمطار، الأمطار دي تنزل للمياه السطحية وهكذا في دورة ثابتة بنسميها الدورة الهيدرولوجية. طبعا احنا عارفين نسبة المياه لليابس حوالي نسبة كبيرة جدا، المسطحات المائية في البحار والمحيطات كبيرة جدا بالنسبة لنسبة اليابس، ومع ذلك الدورة المائية تكاد تكون القيم بتاعتها ثابتة، يعني كمية البخر بتساوي كمية الأمطار، الفرق بينهم حاجة بسيطة. مائية تكاد تكون دورة ثابتة يعني ما بتتغيرش. المياه عندي نوعين، ممكن تبقى مياه سطحية تروح للبحيرات والأنهار، أو مياه جوفية بتنزل على جراوند تتسرب من خلال سطح التربة ومسام التربة لحد ما تعمل لي حاجة اسمها المياه الجوفية بتمشي داخل حبيبات التربة. مجموع الاتنين دول مع بعض، اللي سواء طبعا المياه الجوفية بتتسرب لأكبر أقرب مجرى مائي سواء بحر أو محيط، والمياه السطحية بتصرف برضو في أقرب مجرى
مائي، بحيرة، بحر، whatever، دول مع بعض بيكونوا لي مجموع المياه الناتشورال اللي احنا بنتكلم عليها. يعني لو بصينا عندنا في الشكل البسيط ده هنلاقي فيه هنا بحيرة. ليه القلم باين قدامك ولا مش باين؟ ايوه واضح يا دكتور. طيب تمام. اللي هو الماوس، الماوس باين. ايوه. طب الحمد لله. انا عندي هنا بحيرة، هنا ستريم فلو، يعني ايه؟ جريان طبيعي، وده هنعرفه دلوقتي. يعني زي نهر، اي مجرى مائي فيه مياه. هنا اوشن، ده المحيط. في هنا الجراوند ووتر موجود اهو، كل ده مع بعضه يبتدي يحصل البحر من المسطحات الكبيرة. ونفس الكلام عملية الترانسبيريشن اللي هي التمثيل الضوئي في النباتات، المسطحات، الغطاء النباتي للأرض، كل ده بيعمل لي بخر أو بخر نتح. يبتدي يطلع فوق يتحرك، أول ما يلاقي هواء بارد يتعمل له تكثيف ويرجع ينزل على شكل أمطار. الأمطار ما بنسميهاش رين، الرين دي اللي هي ظاهرة المطر اللي احنا بنشوفها في الهيدرولوجيا، اسمها بريسيبيتيشن. وانتم طبعا عارفين ازاي كنتوا بتحسبوا الكلام ده. لما بتنزل، بتنزل المياه دي يا اما على المجاري المائيه بنسميها جريان سطحي، يا اما بتتخلل المياه الجوفيه وبنسميها جراوند ووتر او مياه جوفيه. دي نوع من المياه، ودي بترجع تاني تكمل السايكل. السايكل دي ما بتخلصش. الظواهر بتاعتها لما نيجي نتكلم، يعني بتحصل ازاي حركة المية، ازاي ال temperature time variation، هنتكلم، هناخد فكرة عن الكلام ده. ازاي نعرف المياه ال natural water من خلال الأمثلة اللي هنشوفها مع بعض دي. أول حاجة نتكلم على الماء الجاري، هنتكلم على السيرفس ووتر. عندي مياه جارية زي مياه الأنهار والمصبات بتاعة الأنهار على البحار والبحيرات واللاجونز، اللي هي البحيرة اللي العمق بتاعها بسيط جدا بنسميها اللاجون. دي أنواع من السيرفس ووتر اللي هي المياه السطحية. في مياه سطحية تانية بس مياه شاطئية، فتختلف ازاي؟ ان انا عندي حركة المياه هنا حركة على شكل ويفز، حركة موجية، الحركة على الشواطئ ده فيها البحر وفيها الأوشن المحيط وفيها البير الخليج وفيها البحيرة الشاطئية اللي هي لها بوغاز على البحر. عندي دول الاتنين دول سيرفيس فلو. السب سيرفيس فلو زي ما قلنا اللي هي المياه بتتسرب من خلال التربة لحد ما توصل تتخلل حبيبات التربه وتعمل لي حاجه اسمها الجراوند ووتر. الجراوند ووتر دي منها العذبه، وفي سي ووتر اللي هي المياه المالحه، سي ووتر انتروجن اللي هي لما يتلاقى البحر مع المياه العذبه الجوفيه بيعمل لي حاجه اسمها تداخل المياه المالحه مع المياه العذبه. ده بالنسبة للتقسيم بصفة عامة. ناتشورال ووتر كبادي بيحصل ازاي؟ يا اما جريان سطحي، يا اما حركة موجية شاطئية، يا اما تسرب داخل التربة يعمل لي جراوند ووتر. طب بالنسبة لحركة المية بقى نفسها، الموفمنت بتاعت الووتر، هنا حركة المية في النهر هتبقى شكلها عامل ازاي؟ حد يقول لي؟ شباب، هتبقى حركة بناء على الجاذبية، تبقى نعم، للميل. حركة جريان، يعني مية جارية زي ما بنقول، مية جارية لها تصرف ولها سرعة، والنقطة الواحدة من مكان لمكان بتتحرك، مش واقفة في مكانها ومش حركة موجية. فهي مياه جارية، دي بنسميها الفلوينج أو الرننج ووتر، زي الأنهار والترع والمصارف، كل الحاجات والرياحات، كل دي رانينج ووتر بيبقى لها تصرف وليها سرعه وقطاعها محدد طبعا. طيب انا عندي تايدل او كوستال ووتر. تايدل يعني الموجيه اللي ليها امواج، دي بتبقى موجوده في الشواطئ. فالحركه بتاعت الشواطئ عباره عن حركه امواج ورا بعضها
بتخبط في الشاطئ وترجع تاني، دي بنسميها الكوستال ووتر او التايدال ووتر اللي هي بتعتمد في حركتها على الامواج. في البحيرات دي بنسميها ستيلينج ووتر او ستيل ووتر، مياه ساكنه ما فيهاش حركه، وده كل البحيرات والبرك والمستنقعات والخلجان اللي في القرى السياحيه اللي بتتعمل عشان الناس تستخدمها، بيبقى المياه فيها ساكنه خالص ما فيهاش امواج وما فيهاش تصرف. ده ينطبق بنقول عليها دي ستيل ووتر او ستاندينج ووتر، مياه راكده او ساكنه. ودي الامثله بتاعتها البحيرات والخزانات اللي خلف الصدور والجزء اللي هو موجود في القرى السياحيه اللي هو للسويمنج، كل الحاجات دي ينطبق عليها الستيلينج ووتر او الستيل ووتر او الستاندينج ووتر. المياه الجوفيه الحركه بتاعتها بتيجي من تسرب المياه السطحيه خلال مسام التربه، بحيث تعمل لي في الاخر حاجه اسمها سيبج اللي هو اتكلمنا عليه في الترم الاول، تخلل المياه داخل التربه بيعمل لي بيغذي الخزان الجوفي، والخزان الجوفي ده بيبقى مليان بالمياه الجوفيه اللي اقدر استفيد منها عن طريق الابار. فانا عندي يا اما من خلال بنسميها بيركوليشن او سيبج، المهم ان المياه بتوصل للجراوند ووتر من خلال التسرب خلال مسام التربه، المياه السطحيه للجراوند ووتر. موضوع مهم جدا مش كلنا بنعرف عنه معلومات كتير، اللي هي علاقة المياه الطبيعية natural water بالملوحة. مياه الأنهار مياه عذبة، مياه البحار مياه مالحة، وبتتفاوت الكلام ده طبعا البحار والمحيطات كلها. البحيرات مياه عذبة، لو عندها بغاز بيدخل على البحر بيبقى عندها جزء بس مالح، فالسهم اللي موجود هنا بيبين لو انا عندي ده محيط وجاي له نهر اهو، كمية المية او ملوحة المية بتبقى ازاي، من مياه مالحة جدا جدا عند المحيط لمياه عذبة جدا عند في خلال النهر، وبتتدرج في الجزء بتاع المصب الملوحة من ملوحة متوسطة لملوحة أعلى لحد ما نوصل لأقصى ملوحة. لو نعرف إنه الملوحة الفريش الملح ما بيزيدش عن 500 PPT، يعني 500 جزيء في المية اللي هي زي مياه الأنهار والحنفيات اللي بنشربها، وفي الوقت اللي مياه البحار بتوصل ل 35,000 PPT زي البحر المتوسط، و45,000 جزء على المليون زي البحر الأحمر، نلاقي إن في فرق كبير جدا بين المياه العذبة والمياه المالحة، وبينهم متدرجات بقى من أنواع درجات الملوحة المختلفة. الملوحة بتفرق معايا جدا سواء في مية الشرب سواء في الزراعة. تحديد درجة الملوحة مؤشر مهم جدا في علامة جودة المياه، ولها مؤشرات وستاندردز عالمية لحد امتى مسموح بالملوحه واقل من واكتر من كده. يهمني اعرف برضو ان في الجزء الجراوند ووتر اللي هنا اللي هو تحت سطح المياه، لو تداخلت المياه المالحه دي مع المياه العذبه الموجوده تحت السطح اللي قلنا عليها جراوند ووتر، بتخلي المياه الجوفيه نفسها مالحه. والموضوع دوت موجود في كفر الشيخ، لو لقينا لو يعني نسترجع المعلومات او الناس اللي من كفر الشيخ، الابار اللي بتضخ ميه قرب لحد نص كفر الشيخ كده بتطلع ميه مالحه نتيجه زحف المياه المالحه على تحت اليابس لمسافه كبيره، وبوظت زراعات كتير من زراعات الرز نتيجه زياده الملوحه وزحف المياه المالحه على المياه العذبه. دي فكره ان الملوحه موضوع مهم جدا، يعني من الحاجات اللي بتميز الناتشرال ووتر، البحار لها ملوحة، الأنهار لها ملوحة، البحيرات لها ملوحة، اللي فاتح على البحر بغاز له ملوحة وهكذا. دي تقسيمة المياه طبقا للملوحة.
distilled water اللي هي المياه المعقمة، الميلتد ووتر اللي هي المياه اللي بتتسيح من التلج، التاب ووتر مياه الحنفية. دي كلها جزء بي بي تي أو يعني أجزاء من المليجرام اللي هي الوحدة بتاعة قياس الملوحة بجزيء على المليون أو على كيلو جرام. ده في الولايات المتحدة، ده في المياه العذبة، ده في الصناعة، ده في البحر. طبعا دي أرقام استرشادية، يعني احنا زي ما أنا قلت مثلا عندنا البحر المتوسط 35 ألف، والبحر الأحمر 45 ألف. 55 دي ممكن تكون في المحيط، لأن المحيطات أشد ملوحة من البحار. بالنسبة للفريش ستريمز، فريش ووتر ستريمز زي نهر النيل، احنا عندنا متوسط القيمة عند القاهرة، 500. بتزيد كل ما نزلنا ناحية البحر، وبتقل كل لما بنروح ناحية الصعيد. لو سمحت، أيوة كنت شفت تقسيمة زي دي كده، وكان مزودين آبار مالحة، كانوا كاتبين 125 ألف. ما هو أنا لو طلعت مية من الآبار المالحة، لو طلعت لو سحبت مية من خزان داخل عليه مية مالحة قرب البحر، بنسميه كوستال أكوفر، بيبقى الخزان ده قرب البحر، فبيبقى داخل فيه مية مالحة. فبتختلف بقى أنت واخد قرب البحر قد إيه، والمية المسافة بينك وبين البير وبين المية المالحة قد إيه، والمية نازلة تحت اليابس لمسافة قد إيه، اللي هو بنقول عليه تداخل المياه العذبة والمياه المالحة. فهي ملهاش قيمة ثابتة، هي ممكن حسب درجة ملوحة المصدر القريب منها، إنما المياه العادية الجوفية بتبقى مياه عذبة وبتستخدم في الشرب. وأوروبا 40% منها بتستخدم مياه الآبار في الشرب، لأن ما عندهاش أنهار كتير. لكن الملوحة بتيجي زي ما قلت في كفر الشيخ، لو خدنا الآبار اللي قرب البحيرة أو قرب الشط كله على بعضه اللي هو شاطئ البحر المتوسط، هنلاقي في ملوحة متغيرة النسب، متغيرة النسب، لأن أنا ممكن أنزل في جزء مالح، ممكن أدخل في جزء عذب، ممكن أدخل في جزء عذب على مالح مختلط. فهي القيمة مش قيمة ثابتة. السلام عليكم. Thank you.
هنبدأ ناخد تطبيقات بقى على أنواع كل ووتر بودي من اللي إيه خصائصه، السرعة بتاعته قد إيه، الملوحة بتاعته قد إيه، التلوث بيجيله منين. هنبتدي بأشهر حاجة وأكتر حاجة اللي هي الأنهار والستريمز اللي هي المجاري المائية العذبة بصفة عامة. طبعا تعريف الستريم أو النهر دي حاجة يعني سهلة بالنسبة لنا، مجرى مائي بيبتدي ده شكل الأنهار، تكوين النهر زي خصائصه. أنا هبقى 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 يعني هرجع للرسمة تاني، بس أقول أنا دايما عندي هاي ووتر لاندز اللي هي أعالي النهر أو منابع النهر، ببتدي من المنطقة دي تسقط عليها أمطار كتيرة، أو في بحيرة بتسقط عليها الأمطار وتغذي النهر، بيبقى عندي دايما المصب بالشكل ده على بحر أو بحيرة. الجزء الأولاني ده بنسميه اللي هو أعالي النهر أو المنابع، وبعد كده الجزء المتوسط، وبعد كده الجزء ده بيبقى مسطح شوية يعني بلان أكتر، ومجرى النهر فيه بيبقى واسع، وممكن يكون له فروع اللي هي بيعمل دلتا ويبقى عنده مصبات مختلفة مش مصب واحد بس. ده تكوين الأنهار، لازم يبقى لها منابع عالية ويبقى لها مصب فيه أخفض نقطة فيها عشان نبقى مركزين، يعني أهم حاجة في خصائص النهر. ده شكل نهر يعني زي نهر النيل في منطقة عريضة فيه. الأنهار الستريمز الكبيرة بيتقال عليها أنهار، يعني هما الاتنين ناتشرال، الستريم غير الكنالز وغير الرياحات اللي احنا بننشئها بنفسنا. الناتشرال ستريمز اللي هي المجاري الطبيعية، لما تبقى كبيرة قوي في القطاع والتصرف بتتسمى نهر، بتتسمى ريفر، يبقى أي ريفر ستريم، بس لما يبقى الستريم ده كبير بنسميه ريفر. ده شكل الريفرز المختلفة في البدايات، ده في الأعالي تلاقي التصرف كبير جدا ناتشرال ملوش قطاع محدد، ممكن يبقى فيه أجزاء بنسميها ميندرنج أو جزر في النص، لأنه ده نهر طبيعي فممكن أوي يتولد فيه جزر فيها أعشاب زي دي، أو مناطق مكشوفة زي دي. دي طبيعة، حاجة طبيعية في الأنهار، لو المناسيب عالية الأجزاء دي ممكن تتغطى، ولو المناسيب قلت نلاقي الأجزاء دي اتكشفت. فطبيعي إنه ده ناتشرال ريفر، إن يبقى فيه جزر جوه بسيطة داخل المجرى المائي، لأنه ده ربنا اللي عمله، مش مان ميد يعني مش مصنع. شكل الريفر الووتر شيد او شكله في الجغرافيا او في البلان بتاعه بيبقى بنسمي ده ووتر، بنسميه ريفر بيزن. البيزن اللي هو حوض النهر، حوض النهر بيشمل كل النهر بالروافد بتوعه بالاراضي اللي بيخدمها النهر. زي ده انا عندي فيه هو الخط رفيع شويه، بس في نهر رئيسي ومنه في فروع، الفروع بالانجلش يعني تريبيوتريز، يعني في تفرعات من النهر في كل المجرى ده. فالجزء الكبير الاسود ده المحدد ده بنسميه ريفر بيزن اللي هو حوض النهر. حوض نهر النيل اهو، ده الحوض بتاع نهر النيل بتاعنا ماسك كل الجزء اللي بيخدمه الحوض والفروع بتاعته والمجرى الرئيسي بتاعه، ودي البحيرات اللي هي الهيد ووتر، الهيد ووتر بتاعت نهر النيل، وده المصب بتاع نهر النيل والدلتا اللي على البحر المتوسط. فالكلام اللي احنا قلناه كقطاع ان بلان، بيبقى عندي الحوض، حاجه اسمها حوض، ان كل نهر له حوض. الحوض ده بيجمع الفروع بتاعته، بيجمع الاراضي اللي بيخدمها، بيجمع من المصب من المنابع لحد المصب. ده برضو أشكال مختلفة، إنها running water، ممكن تكون turbulent flow بالشكل ده، سرعة كبيرة جدا، وممكن تبقى
لم يرحلوا بالشكل ده. ده يتوقف طبعا على الجغرافيا او الطبوغرافيا او فرق المناسيب او ميل النهر في المنطقة. اكيد هنا في ستيب ووتر، في ميل شديد، اكيد هنا في ميل بسيط، بدليل ان انا هنا عندي فوران او المياه ماشية بسرعة كبيرة جدا، غير هنا ماشية بسرعة بسيطة ما فيهاش اي يعني كائن زي ما بيقولوا زي ال ده اللي احنا قلنا عليه. هنكمل عليه تاني الخصائص بتاعتنا. في الملوحة بتبقى فريش ووتر، الملوحة أقل من 500 في الأنهار كلها، لأن هي بتيجي بالأمطار المنابع بتاعتها، فبالتالي ما بقاش فيه ملوحة. الدبس بتاع المجرى المائي اللي هو الأنهار أقل بكتير من اللينس بتاعه، فبعتبره ده دايما وان دايمنشنال فلو. طبعا هو رانينج ووتر وتحت تأثير الجاذبية، فالفيلوسيتي لا تساوي صفر، الفيلوسيتي دايما أكبر من الصفر، ودايما له قطاع محدد، فأقدر أحسب سرعة وأحسب تسارع. ده نفس الكلام بيتشرح بطريقة يمكن أوضح، النهر هنا باين أكتر شوية، بس نفس الكلام اللي أنا قلته. ايه خصائص الانهار بقى بصفة عامة، يعني لما اجي اتعامل معاها، لانه المحاضرة دي مهمة جدا ان احنا نعرف خصائص الناتشرال ووتر، عشان لما تيجي تتلوث نتكلم على جودة المية او تلوث المية. كل نوع من المية بتلوث بطريقة مختلفة، اكيد المية الجارية تلوثها هيبقى مختلف عن المية الراكدة، هيبقى مختلف عن المياه الموجية الشاطئية، هيبقى مختلف عن المياه الجوفية. فالمحاضرة دي مقدمة، أنا بس أعرف الناتشرال ووتر كل نوع من أنواع المجاري المائية أو المياه الووتر بودز طبيعتها إيه، عشان لما تيجي ندرس التلوث بتاعها ندرسها طبقا لطبيعتها ونشوف الملوث هيتحرك فيها إزاي. هنا بيقول نفس الكلام اللي بقول، إن كل نهر بيبقى له بيزن بنسميه الريفر بيزن. الأنهار ممكن تكون محلية أو دولية أو عابرة للحدود. كل الأنهار بتنتهي بمصب على البحر أو المحيط. بعض الأنهار لها دلتا وبعض الأنهار ملهاش دلتا، والدلتا بتتكون نتيجة بتبقى بين أكتر من مصب. يعني إحنا عندنا نهر النيل، عندي فرعي رشيد ودمياط، بيحصروا بينهم الدلتا. لو ما فيش الا فرع واحد هيبقى النهر من غير الدلتا. لو عندي اكتر من فرع غير الاثنين دول هيبقى كل المنطقه اسمها الدلتا، اللي هي واخده المصبات بالفروع. فالدلتا بتتكون عند بين المصبات بتاعت الانهار. مش كل الانهار لها مصبات، لكن لها دلتا، لكن كل الانهار لها مصب طبعا. دايما في المصبات بيبقى النهر عند المصب، قطاع النهر بيبقى كبير جدا والعمق بتاعه بسيط، لكن في الهيد ووتر او في المنابع بتبقى القطاع عميق وصغير. تاني نوع واشهر نوع من المياه الووتر بودز هي البحيرات. والبحيرات نوعين، ده البحيرة بتبقى عبارة عن جسم من المياه محاط باليابس، جسم مياه محاط باليابس. كلمة ليك كلمة بتعبر عن نوع من أنواع المياه اللي هي ساكنة بغض النظر عن عمقها. لما نيجي نتكلم على عمق، نلاقي لو المياه دي مثلا خزان خلف سد بيبقى العمق كبير جدا، فبسميها ريزرفوار خزان. لو العمق بسيط جدا بسميها لاجون، اقل من متر، ليك من متر لمترين، المستنقعات اقل من نص متر، وهكذا. فانا التسميه حسب العمق لها مسميات كتير، انما هي تطلق على نوع من المياه. كلمه ليك ووتر دي تطلق على جميع انواع المياه الساكنه اللي هي محاطة بيابس، ساكنة ومحاطة بيابس، لكن كل نوع كل دبس معين له اسمه مختلف، بس هو ووتر ليك. الخصائص بتاعتها شبه بعضها، بس كل عمق له اسم مختلف.
وجود الستاندنج ووتر او المياه الساكنه دايما بتشجع على نمو الطحالب ونمو البوس والاعشاب وحاجات كتير. ممكن نلاقي الجزء الاخضر ده بيبقى حاجه زي الريم كده، بنلاقيها عايمه على وش المياه، وساعات بنشوفها كتير في المصارف كمان. واللي عايشين جنب بحيرات في البرولوس او المنزله هيبقوا عارفين ده كويس. يعني وجود المياه الساكنه بيشجع جدا على نمو البكتيريا ووجود امراض ووجود حاجات متوطنه ونمو الطحالب، نمو البوص، كل الكلام ده بيبقى موجود بس لان المياه ساكنه، ما فيش اي حركه تخلي الكلام ده ما يحصلش. الويت لاند نفس الكلام، نوع من انواع الليك بس بيبقى العمق بتاعه ضحل جدا. وممكن تبقى تنطبق على كل انواع المياه اللي فيها مستنقعات مثلا سفخات. كلمة ويت لاند تشمل الليكس اللي هي المياه الراكدة اللي ممكن يتكون فيها، شايفين الريم اللي بتكلم عليه ده ما بيتكونش غير في المياه الراكدة بس، الكلام ده بيتكون في المياه الراكدة. الويت مقابل للليك ووتر أو الويت لاند ووتر هي مقابل للليك، بتطلق برضو على المياه الراكدة. وكل ما قل العمق كل ما نمو الحاجات دي زاد اكتر، كل ما العمق بقى قليل. هنشوف بعد كده في التجارب لما نيجي نعمل نشوف التجارب بتاخد ازاي، في حاجات زي كده الناس بتقف فيها بنفسها والميه وصل لحد ركبتها مثلا وبتاخد القياسات بتاعتها، بتبقى عمقها قليل جدا وحسب ارتفاع الميه تزيد وتقل. اللاجون زي ما قلنا دي بتبقى في القرى السياحية، بيعملوا جزء كده يخلوه مفيش فيه ويفز، مفيش فيه أمواج، علشان الناس تستمتع بالمياه كأنها حمام سباحة. فدي موجودة كتير في القرى السياحية وبتبقى صناعية مش طبيعية، يعني هما اللي بيعملوها بياخدوا جزء من المياه الموجية أو المياه البحر ويعملوا لها جزء يموت الموجة تحت المية، بحيث الجزء ده يبقى ما فيش فيه مية والأمواج بعيدة عنه، وده موجود في القرى السياحية. الكوستال ليكس اللي هي الليكس المرتبطة بالبحر، زي الليك اللي قدامنا دي، فيها جزء فيها بوغاز هنا بيفتح بيدخل مية البحر على البحيرة. فلو البحيرة مياهها عذبة هنلاقي إن التقائها بجزء ولو صغير بنسميه بغاز بالبحر بيخلي جزء منها مياه مالحة، والمياه المالحة بتفيد جدا البحيرات لأنها بتمنع العطن أو الحاجات اللي بتتكون على السطح دي، ومفيدة جدا للاستزراع السمكي. المياه المالحة بتطلع سمك أحسن من المياه العزبة لوحدها، فوجود بغاز دي ميزة. فاحنا الحمد لله بنتكلم على بحيرات مصر، هنلاقي البحيرات اللي على البحر المتوسط كلها فيها بواغيز وكلها بتاخد مياه من البحر من أول البردويل لحد إدكو ماريوت. كوستال ليك اللي هي فيه جزء منها من البحيرة متصل بالبحر وبيسمح بالمياه المالحة بتاعت البحر تدخل وتطلع للبحيرة وتنقي البحيرة، بتبقى عملية تنقية. زي ما قلنا انه الليك لو الدبس بتاعها كبير، العمق بتاعها كبير، هنسميها ريزرفوار او خزان، وده موجود خلف السد. الريزرفوارز دي مش ناتشرال، دي ارتفيشال، يعني لما بعمل سد ببتدي احجز المايه امامه، والمايه دي بتعمل لي بحيره صناعيه من تجمع المياه امام السد، بنسميها ريزرفوار. خصائصها برضو ستيلينج ووتر بس بدبس كبير جدا. الكوستال ووتر او المياه الشاطئيه دي بتنطبق على البحيرات على البحار والمحيطات.
الفرق بين البحار والمحيطات انه الامواج في البحار ارتفاعها اقل من المحيطات، الملوحة اقل، العمق بتاع المياه في المحيطات اكبر بكتير من العمق في الشط في البحار. يعني لما نشوف المنظر ده نعرف ان ده بحر، في الامواج داخله على الشاطئ بصوره خفيفه، لكن لما نشوف حاجه زي دي نلاقي انه على الشط المياه بتصطدم صدمه كبيره، فممكن كتير يكون ده محيط، الموجات بتاعته كبيرة. برضو أنا عندي الجزء اللي زي ده، ده بنسميه بي، برضو زي خليج كده، بتبقى المية فيه أقل كتير من الجزء الأساسي، بس برضو هي حركة موجية هنا وهنا، تفرق بس إن هنا الأمواج أهدى من الأمواج. يعني بحر محيط زي ده ممكن ارتفاع الموجة فيه توصل لمترين، لكن في البحار ما بتوصلش لكده أبدا، والناس اللي بتصيف عارفة الكلام ده كويس. طبعا البحار أقل من المحيطات، والبحار بتفتح على المحيطات برضو بمضايق. يعني عندي مضيق باب المندب بيدخل من البحر الأحمر للمحيط الهندي، وعندي مضيق جبل طارق بيدخل من البحر المتوسط والمحيط الهادي. فأنا عندي البحار بتتصل مع مياه البحار بتتصل مع مياه المحيطات من خلال مضايق، ومضايق معروفة على مستوى العالم، يعني زي المثل ده، المحيط الأطلنطي والبحر المتوسط، وده مضيق جبل طارق موجود هنا. فدايما التقاء الجزء ده بيبقى عن طريق مضايق، نفس الكلام في مضيق باب المندب في البحر الأحمر. الكوستال ووتر المالحة جدا أكتر من 10,000، الدبس بيزيد بسرعة جدا، وده طبعا الناس اللي بتصيف برضو بتاخد بالها انها فجأة ما بتلاقيش الرمل تحت رجليها بعد مسافة معينة، بس في المحيطات أكبر من البحار، محدش يقدر يعوم في المحيط. يعني حتى في البحار بعد مسافة بسيطة ممكن الاقي الارض ما عادتش موجوده، والدبس بالذات في اسكندريه الكلام ده موجود، مناطق بتبقى الارض الرمل ما عادتش موجوده. النوع المياه هي عباره عن مياه موجيه ولها سرعه للموجات، يعني بتختلف طبعا، كل موجه بيبقى لها سرعه، وزي ما قلنا الويفز في المحيطات بتختلف، بتبقى اشد من الويفز في البحار. الايستري ووتر او مياه المصبات زي ما قلنا، انا عندي مثلا لو ده نهر وبيصب بالشكل هنا، ده بيصب ده او بيتجمع بالشكل ده. المصب هو التقاء اخر جزء من النهر بالمصب بتاعه اللي هو بحر او محيط. النوع ده من المياه شوية معقد، وعندنا طالب بيسجل ماجستير في الموضوع ده. صعوبة الموضوع هيبان هنا في الرسم، ادي النهر جاي اهو، دي مية عذبة، وادي البحر بتاعي. المنطقة اللي هنا فيها مية مالحة داخلة وفي مية عذبة جاية، فبتعمل لي حاجة اسمها ويدج او جزء لالتقاء المياه المالحة، ما ادي المياه المالحة اللي جاية من البحر، ده قطاع رأسي وده بلان، وادي المية العذبة اللي جاية من النهر، دي فريش ووتر ودي سولتي ووتر، مياه مالحه، وبنسمي ده الجزء بتاع التقاء الملح من اول النقطه دي لحد النقطه دي. لو خدت قطاع راسي الاقي جزء عذب وجزء ملح. هنقول طب حد يقول لي طب ليه في بينهم خط ثابت، خط منحنى كده ومش متداخلين مع بعض؟ حد يقول لي، رد عليا ليه مش متداخلين وفي بيفصل بينهم فاصل، سطح فاصل، مسافتين مختلفتين، ايه المسافة بتاعت مظبوط. الكثافة بتاعت المياه العذبة اخف من الكثافة بتاعت المياه المالحة، فالكثافة فالمياه العذبة بتطفو، بتاخد هي فوق والمياه المالحة بتبقى تحت. تمام، صح، صحيح، كويس.
فعشان حتى انا في المياه الجوفيه بيحصل نفس الكلام، لما نتكلم عن المياه الجوفيه الاقي برضو المياه العذبه بتبقى المالحه تحت والمياه العذبه فوق. فالمنطقه دي دراستها صعبه جدا، ان انا اولا عندي امواج جايه من البحر، هنا مياه بتصرف وسرعه، بس هنا موجات وهنا مياه سرعه، هنا مياه مالحه هنا مياه عذبه. فدراسه النقطه دي بتبقى من الدراسات المعقده، ولو ملوثه كمان بقى بحاجه مثلا مخلفات سفن او حاجه زي كده، او مخلفات انشطه سكانيه، بتبقى دراستها مش سهله. المهم ان هو بيبتدي هنا برضو القطاع ضيق، بيبتدي القطاع يوسع يكبر جدا ناحيه المصب، المياه المالحه بتدخل والمياه العذبه بتطرد المياه المالحه بيلتقوا هنا. بتظهر عندي بقى ظاهره المد والجزر اللي سمعنا عنها في موضوع سفينه قناه السويس الجناحه دي، ان المد والجزر هنا بيخشوا معايا، هنا في مد وجزر، مد الجزر مرتبط بالقمر، باحتمال القمر، فالاقي المياه هنا في المد بتدخل عشان المياه بتعلى، وفي الجزر بتطلع. فالمياه دي فيها مياه متحركه ما بين المياه العذبه، ما هياش ساكنه، المياه العذبه والمالحه بيتبادلوا الادوار كمان في المنطقه دي حسب المد والجزر. فالموضوع ده شوية انترستنج للناس اللي تحب تقرا فيه أكتر يعني. خصائص البيز، زي ما قلنا جزء من البيز ممكن تكون صناعية ممكن تكون طبيعية. ده سان فرانسيسكو بي، وده بي في أحد المحيطات. بنقول إن الجزء ده بيبقى مية مالحة من البحر بس محاطة، أو المحيط بس محاطة باليابس، عكس البحيرات. البحيرات بتبقى مياه عذبة ومتصلة بجزء عن طريق البحر، لا البي ده بيبقى جزء من البحر بس محدد بجزء من اليابس. ده مقارنة بين السي وبين الاستري. ندخل بقى على الجزء المختلف عن اللي فات، احنا اتكلمنا على السيرفيس ووتر، هنتكلم على الجراوند ووتر. الجراوند ووتر زي ما قلنا بيبقى عندي سطح بتنزل عليه الامطار، الامطار بتتخلل الطبقات العليا المسامية، بتبتدي تغذي لي الخزان الجوفي ده. الجزء اللي زي ما قلنا قبل كده في السيبج، الجزء اللي فوق اللي ما مش محصور بطبقة او معرض سطح للضغط الجوي بنسميه ووتر تيبل اكيفر او انكونفايند اكيفر، والجزء المحصور بين طبقات مصمطه بنسميه كونفايند اكيفر. مع ارتفاع التوبوغرافيا، ان انا عندي المنطقه دي عاليه والمنطقه دي منخفضه، وده عالي النهر وده مصب النهر، الاقي ان المياه الجوفيه دي برضو بتتجه نحو يعني بتتجه برضو باتجاه الميل، بتتحرك هنا وبتتحرك هنا، فبتعمل لي الجزء اللي قلنا عليه الويدج اللي هو مياه جوفية، ادي مياه مالحة دخلت هنا جزء، والمياه العذبة موجودة هنا، وبتعمل لي جزء مختلط فيه المياه العذبة والمالحة، وبرضو العذبة بتبقى أعلى والمالحة بتبقى أسفل. نفس الكلام هنا، اللي هو الاستري المصب هو اللي باللون اللبني الفاتح ده، ده جزء اللي بنعتبره ده المصب اللي بتتدخل فيه المياه بتاعت النهر مع مياه العذبة. يهمني هنا في الجزء دوت ازاي حركه المياه، حركه المياه في المياه الجوفيه اكيد مش زي الانهار، هنا بتبقى ماشيه بسرعه، لكن هنا بتبقى ماشيه حسب حبيبات التربه اللي بتمشي فيها، لو رمل تمشي سريع، لو طين تمشي خفيف، لو زلط او كسر احجار تمشي اسرع. فحركه المياه الجوفيه مرتبطه بالمسام الحبيبات اللي هي ماشيه. بقدر طبعا استفيد من المياه الجوفية باني اخد ابار، اعمل ابار واطلع منها استفيد منها في المية. قلنا انه الووتر تيبل او خط المياه الارضية هو الخط اللي عنده الضغط بيساوي صفر، والجزء ده اللي هو من الخط الانكونفايند لحد الجزء اللي هو الكلي ده نقدر نعتبره طبقة شبه صماء، بسميه الانكونفايند اكوفر اللي هو الفريد اكوفر، اللي هو فيه جزء محصور والجزء التاني منه للارث الاتموسفيريك بريشر على طول. لو انا حطيت البير لحد هنا او حطيت البير لحد هنا، كده هيطلع ميه وكده هيطلع ميه، هي بتتوقف انا عايزه اخد من انهي بير واحسب بالظبط الكميه اللي انا عايزه استفيد منها.
تخيلنا ان ده مجرى مائي، المجرى المائي ده بيسرب ميه، يعني مش الميه ده بقيه المجرى، لا هو المجرى فوق بيسرب ميه، فالميه بتمشي في الغزل. الجزء ده والجزء ده مسامي، الجزء ده شبه مصمت، فالميه بتتحرك هنا وبتتحرك هنا، لكن ما بتتحركش في الجزء اللي هو المصمت. المياه الجوفيه كلها والمياه السطحيه كلها بتصب في الاخر في بحر او بحيره، اخفض نقطه في المنسوب يعني النهر فوق اهو، ده اعلى النهر بيمشي لحد ما يوصل المصب بتاعه في اخر نقطه على بحر او بحيره او محيط. برضو ده نفس الشكل، يعني لو انا عندي هنا اكتر من مصدر المياه وفي هنا مثلا مجرى مائي، فممكن المياه المختلفة تيجي وتغذي لي المجرى المائي ده او تصب هنا. لو المناسيب دي فرق المناسيب اوطى، تلاقي المياه الجافية هي اللي بتغذي لي المجرى المائي. لما المناسيب في فترة الجفاف ما فيش هنا، الاقي المياه اللي في المجرى المائي هي اللي بتغذي الجراوند ووتر. فبالتالي العلاقة بين الجراوند ووتر والسيرفس ووتر علاقة موسمية، حسب موسم الأمطار المياه في المجاري المائية بتزيد، وفي المياه الجوفية برضو بتزيد. امتى ده يدي لده؟ ممكن المجرى المائي يدي المياه الجوفية، وممكن المياه الجوفية تغذي المجرى المائي، حسب موسم الأمطار أو موسم الجفاف، حسب على مدار السنة العلاقة مش ثابتة. دي السرعة بطيئة جدا في الجراوند ووتر، ده بيبين إن السرعة بطيئة، هي مياه عذبة بصفة عامة إلا لو دخل عليها أملاح أقدر استفيد منها لو انا استخدمت الابار. الحركه فيها بطيئه جدا نتيجه ان هي بتحرك داخل حبيبات التربه، واحنا كنا اتكلمنا عن موضوع دارسي، فالميه لما بتمشي بسرعه دارسي بتبقى لامينار فلو او دارسي انفلو. هنا لو انا حطيت بير علشان استفيد من الميه دي، اللي هي الطرمبات الحبشية اللي انتوا ممكن تكونوا سمعتوا عنها، ما بتخليش السطح بقى زي ما هو موجود سطح أفقي، لا بتعمل حاجة اسمها كون اوف ديبريشن اللي هو مخروط الهبوط اللي نتيجة السحب بتاع المية. الجزء ده المخروط بتاع الهبوط، وده الدرداون الهبوط اللي بيحصل نتيجة السحب. مجرد ما الطرمبة بتقف بيرجع المنسوب يبقى عادي أفقي عادي، أشغل الطرمبة تعمل لي كون اوف ديبريشن ده. خاصية تدخل المياه العذبة مع المياه المالحة اللي أنا اتكلمت عليها في الاستوري في المياه السطحية هي نفسها في المياه الجوفية، أدي البحر وأدي المياه الفريش ووتر اللي جاية من المياه الجوفية، دي مياه جوفية عذبة ودي مياه البحر المالحة، الاتنين بيتدخلوا مع بعض عندي في منطقة زي دي، وبيبقى في حاجة اسمها زون اوف ديبريشن أو الجزء اللي مختلط فيه المياه العذبة مع المياه المالحة، وبرضه نتيجة فرق الكثافات بتبقى المياه العذبة هي اللي فوق والمياه المالحة هي اللي تحت. لو قلنا بقى المثال ده مثلا، لو انا جيت دقيت بير هنا وصلت لحد المنطقة دي، هتبقى المياه اللي طالعة لي مياه مالحة. لو دقيت بير وقفت لحد هنا، هلاقي المياه اللي طالعة عندي مياه عذبة. لو انا خدت هنا بس زودت كتير جدا، هلاقي المياه المالحة وصلت لحد منطقة البير بعد فترة، وابتدت المياه المالحة تظهر عندي في البير. فبيبقى بنبقى كيرفول جدا وحريصين واحنا بنعمل ابار قرب الشواطئ، انه نبقى بعيد عن الكون زون اوف ديبريشن، بعيد عن المياه المالحة، عشان طبعا مش هسحب مياه مالحة لا هتنفع في الشرب ولا هتنفع في الزراعة. آخر جزء أو الجزء اللطيف اللي عندنا اللي هو أنواع الـ natural water في مصر، الحقيقة ربنا حب مصر بكل أنواع المياه اللي ربنا خلقها. عندنا بحرين أطوالهم مجموعة أطوالهم يعدي الـ 2000 كيلو متر، عندنا نهر النيل من أول مصر من حدود مصر عند البحر الحاد حدود السودان، عندنا 11 أو 12 بحيرة ناتشورال غير بحيرة السد العالي، عندنا كل الأنواع، عندنا مياه جوفية، عندنا شبكة ترع ومصارف،
فعندنا انواع كتير جدا جدا الحمد لله من البحيرات، اتمنى من ربنا ان احنا نقدر نستغلها الاستغلال الامثل. منطقة الدلتا زي ما قلنا نهر النيل عند القاهرة بيتفرع فرعين، فرع رشيد وفرع دمياط، بيحصل بينهم الدلتا، والدلتا دي عليها بعض البحيرات الشاطئية، دي بحيرة المنزلة، دي بحيرة ادكو، مريوط، كل دي بحيرات شاطئية غير الجزء اللي في سينا اللي هي بحيرة البردويل. ادي البحر الأحمر وادي البحر المتوسط ودي نهر النيل بالبحيرات بتاعته. فاحنا عندنا يعني كل انواع البحيرات وكل انواع الحاجات اللي تنفع في المصايد السمكية. دي خريطة بتبين انواع المياه المختلفة، البحر الاحمر وبحر متوسط دي مياه مالحة، بعد كده نهر النيل والباقي هو الفروع والقنوات والبحيرات كلها مياه عذبة بما فيها الجراوند ووتر. ده قطاع في نهر النيل في الأعالي، هنا بيبقى القطاع ضيق والمية السرعة نتيجة إنه السلوب بتاع الأرض في الوقت ده شديد في المنطقة دي، وده عند أسوان القطاع عريض والمياه ما عادتش السرعة بتاعتها كبيرة بالدرجة. لو شفنا قطاع في نهر النيل رأسي ده عند أعلى النهر عند المنابع، وهنا عند المصب دي أوغندا والسودان ومصر. نشوف الاعالي المياه سطح الارض فيري ستيب، دي ليك فيكتوريا سطح الارض هنا فيري ستيب وبعد كده اقل، وبعد كده في المنطقه دي تكاد تكون فلات اللي فيها منطقه الدلتا بتاعتنا. ده هنا البحر وهنا القاهره والمنطقه اللي هي فيها الدلتا تكاد تكون منطقه منبسطه تماما. فده مثال عملي انه اعالي النهر بتبقى حادة الارتفاع بتاعها، وبعد كده في منطقة متوسطة، وبعد كده في المصب أو منطقة النهاية اللي فيها الدلتا وفيها الأراضي الزراعية الخصبة عشان الطمي. فده موجود عندنا في الثلاث مناطق دول. طبعا موجود هنا بعض خصائص نهر النيل، عمقه، العرض المتوسط، أكبر منطقة فيه أكبر عرض، وهكذا. الدلتا زي ما قلنا إن من أخصب المناطق في العالم لأن هي كلها ترسيبات النهر، دايما الدلتات بتبقى مش دلتا النيل بس، كل الدلتات بتبقى خصبة جدا لأن ترسيبات النهر بتيجي ترسب هنا في يعني في حالة الفيضان، لما بيبقى فيه فيضان كل المياه اللي محملة بالطرم بترسب على الأراضي بتاعت الدلتا عند المصب، فبالتالي بتخلي الأراضي خصبة. لو لقينا هنا عندنا في قناة السويس، في دي قناة ملاحية ملحية يعني بتربط بين البحرين، في هنا بحيرة المنزلة، بحيرة البرولوز، بحيرة إدكو، بحيرة ماريوت. فرع دمياط بينتهي المصب بتاعه عند راس البر، باللسان اللي هو ده اللسان اللي بين راس البر، بين اللي بيربط البحر المتوسط بنهر النيل. في راس البر عند منطقة اللسان الناس اللي بيروحوا راس البر، وفي هنا اللي هي كتل الأحجار اللي بتحمي المنطقة دي علشان ما تغرقش وما يحصل لهاش ما تتنقلش من مكانها. فدايما النهاية الاشتري أو ما بنسميها الماوس، الماوس اللي هو التقاء النهر، الماوس بقى اللي هو الفتح بالظبط عند في راس البر، ده الماوس بتاع فرع دمياط، وفرع رشيد الماوس بتاعها في مدينة رشيد اللي على البحر على طول مباشرة. جنب البحيرات وفرعين النيل أنا عندي شبكة من الترع والمصارف كلها من المجاري المائية اللي عندي، إضافة للثروة المائية اللي موجودة عندي. الكوستال ليكس هي اللي اتكلمنا عليها، خصائصها والمية اللي فيها من
ودرجة الملوحة المختلفة من فريش لسولتي حسب كمية المية البحر اللي داخلة فيها. ده ملخص فيها، تقدروا تطلعوا عليه وتقدروا تتأكدوا من المعلومات اللي فيه لو في حد عايز كده. احنا داخل معانا الفيوم، بس الفيوم كلوزد، الفيوم مش موجودة في الخريطة دي لأن الفيوم مش على الشط. الفيوم داخل منطقة الفيوم، بحيرة مغلقة. هنا الثروة السمكية برضه، احنا عارفين ان البحيرات هي مصدر السمك، مصدر الثروة السمكية بحوالي 80%، من 77 ل 80% من السمك اللي موجود في مصر بيجي من البحيرات، فده انتاج البحيرات بالطن. بحيرة المنزلة زي ما احنا شايفين دي البحيرة، كانت زمان بتمر بسبع محافظات نتيجة التآكل، نتيجة الردم علشان المباني والاستصلاحات، نتيجة الاستخدام الجائر والزراعة واستصلاح الأراضي برضو، وصلت لثلاث محافظات بس، ومساحتها قلت جدا عن من 50 سنة فاتوا. كانت تعرضت للإهمال وللتلوث بصورة كبيرة جدا، لأنه صرف القاهرة كله كان بيصب فيها، ودلوقتي اتعمل لها عملية تطهير كبيرة جدا، شغالة بقالها كام سنة ورجعت تنتج أسماك كويسة، وما عادتش مصدر المشاكل الأمنية زي الأول. بحيرة البرولوس دي أشهر بحيرة، ممكن تكونوا قريبين منها لأن معظمكم ساكن حوالين طنطا، ودي أكبر إنتاج سمكي، أكبر إنتاج سمكي في مصر. هي مساحتها تاني أكبر مساحة، لكن أكبر إنتاج سمكي في مصر بحيرة البرولوس على البحر المتوسط، في كلها تقع في محافظة كفر الشيخ. برضو تعرضت للإهمال ولسه في مشاريع لتطهيرها، بس هي من البحيرات اللي هي مصدر، يعني كانت معروفة بحيرة البروس كمصدر للسمك ومجتمع الصيادين، ولما تعرضت للإهمال بقى السمك قل، وفي معظم الناس هجرت مهنة الصيد، وبيتم استعادتها مرة تانية وتطهيرها. دي ماريوت، ودي في اسكندرية، وبتاخد كل، كانت برضو بتاخد كل الصرف بتاع اسكندرية، وبعدين اتعمل محطات معالجة بحيث ما تلوثش، معالجة للصرف قبل ما يرمي في البحيرة. بحيرة ايدكو بين ماريوت وبين البرولوس على البحر المتوسط، برضو بحيرة ناصر دي طبعا ارتفيشال، معمولة خلف السد العالي، مسطح كبير وكمية والتخزين فيها كمية كبيرة، ومش بس فيها أسماك، فيها تماسيح وفيها حاجات كتير جدا، وفيها مواد معدنية ممكن استخلاصها من الطمي المترسب فيها، فتعتبر من يعني من مصادر المياه الغنية بالموارد بتاعتها جدا جدا. توشكا معروف طبعا، دي بحيرة توشكا دي اللي الفائض لما بيزيد عندي المنسوب فيه السد العالي بصرف المياه بتاعتي في بحيرة توشكا، وده حصل السنة دي والسنة اللي فاتت لما زاد المنسوب، اضطرينا نفتح المفيضات بتاعة توشكا، والزيادة عندنا اللي بتهدد سلامة السد بنفتحها على بحيرة توشكا. ارتفيشال طبعا، دي مش ناتشرال. بحيرة قارون دي بحيرة مغلقة ناتشرال، مساحتها كبيرة جدا، الأعماق بتاعتها بتوصل ل 13 متر في النص، بتجمع كل الصرف الصحي والزراعي والصناعي في محافظة الفيوم، لدرجة إنه طلع قرار بوقف الصيد فيها من سنتين، ولسه لحد دلوقتي القرار ما انتهاش، لأنه كمية التلوث اللي فيها كبيرة جدا، وجاري دراسات مختلفة علشان ترجع البحيرة لنقائها والإنتاجها السمكي برضو مرة تانية، بس هو الصيد موقوف فيها
ومعظم الناس اللي كانوا بيشتغلوا بالصين هجروا المكان علشان خاطر ما فيش مهنة الصين بعد وقف الصين بالذات. يعني ده البحر الأحمر كلنا عارفينه، أو الناس اللي بتروح الغردقة أو بتروح شرم وبتروح المناطق دي عارفين المياه الجميلة دي اللي بتطلع في الصور السياحية دي حقيقية فعلا. والشط طوله 1700 كيلو متر، وده حاجة ممتازة جدا لو أحسننا استغلالها. طبعا كمان الأسماك اللي بتطلع من البحار بتبقى جودتها أعلى وسعرها أعلى وطعمها أحلى من اللي بتتعمل في المزارع السمكية. ده شاطئ البحر المتوسط كله من اسكندرية لحد العالمين، كل ده شاطئ البحر المتوسط. عندنا مدن كتير فيه وشواطئ كتير جدا عليها ومصايف. الجراوند ووتر عندي ده توزيع للخزانات المياه الجوفية، ده اسم الخزان المجرى والنوبيان، دي أسماء الخزانات نفسها. ده الكوستل اللي هو على البحر، ده أسماء الخزانات اللي بتحمل المياه الجوفية، دي كمية المياه الجوفية. دي ملوحة المياه الجوفية والأرقام اللي تحت بتبين القيم. زي ما قلنا كل ما قربنا من البحر هنلاقي الملوحة زادت، هنبعد هنلاقي الملوحة أقل. دي أنواع برضو كل خزان معمول بلون مختلف. احنا كده خدنا فكرة عن انواع الووتر بادرز، بس ما خدناش هتتلوث ازاي. ان شاء الله من اول محاضرة الجاية بقى هنبتدي نعرف ايه هي المياه النقية والمياه الملوثة، وبعد كده التلوث هيبقى شكله عامل ازاي، ايه عناصر الملوثات. ولو كل وهناخد كيس استودي بقى من كل حالة من الحالات دي، لو انا عندي ريفر هيتلوث ازاي، لو عندي ليك هيتلوث ازاي. اتمنى ان المحاضره الاولانيه تكون بالنسبه لكم محاضره مشوقه، هي معلومات عامه مش اكتر، بس كانت لازم نقولها علشان خاطر لما نيجي نشتغل ما نرجعش نقول اصل دي مياه جاريه، اصل دي مياه ساكنه. وانا قبل ما اختم هقول لكم حاجه زي يعني حاجه تفكروا فيها. تخيلوا لو انا عندي عربيه تريلا مليانه بنزين او بترول او مواد نوويه، ووقعت في نهر أو بحيرة أو بحر، هيبقى التلوث هيفرق فيه. دي بس حاجة أنكشكوا فيها كده، يعني فكروا فيها، علشان ده هيخلينا مدخل إزاي ندرس التلوث في أنواع المياه الطبيعية المختلفة. لو عندي مادة مشعة أو بترول والتانك العربية كلها توريلا اتقلبت في نهر أو بحيرة أو بحر، هيفرق معايا في ايه التلوث. ان شاء الله في اول محاضرة جاية نجاوب على الاسئلة دي. في حد عنده اي استفسار؟ ولو سمحت يا دكتور، بس درجات أعمال الري عاملة إيه؟ والله انا لسه بصحح، مش وحشة يعني، مش زي ما كنت متخيلة، والهيصة اللي انتوا عملتوها وكنترول بيسأل على الورق، هو هحاول اسلمه على اخر الاسبوع كده ان شاء الله. تمام، ماشي، أشوفكم على خير بقى إن شاء الله. لا إله إلا الله.